السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه بديل للميد جورني؟ بتقدر انت تكون من خلاله الصور زي ما انت عايز. هو بيديك 100 صورة مجاني، دي الأسعار بتاعتها اهيت. هو بيديك 100 صورة مجاني، وبعد كده ممكن تدفع الصورة تقريبا 0.005، فالأسعار بتاعته رخيصة. زائد إن أنت تقدر تربط البرنامج بتاعك أو الموقع بتاعك أو التطبيق بتاعك بيه، أو سامح من خلال الـ API إن أنت لو عندك أي موقع أو أي حاجة تقدر تربط بيه بالشكل دوت. طيب خلينا نجربه. بيقول لي خش بالحساب بتاعك، فبيقول لك أنت ديفولبر عايز تعمل انتجريشن بين التطبيقات، بين البرنامج بتاعك وبين الموقع دوت، ولا أنت هتعمل كرييتور، أنت عايز محتوى، ولا عايز تتعلم اكسبلور AI and image generation. فبقول له أنا عايز ان انا اعمل صور معينه، تمام. وبيديني الاي بي اي لو انا عايز اربط، تمام. لو انت عايز تزود الكباسيتي بتاعتك ممكن ان انت تشتري زي ما انت عايز. طيب انا بقول له هنا ايمج، وخلي بالك ان في تكست وفي فيديو لكن هو لسه ما بدأش. فانا بقول له ايمج، وبيقول لي الموديل انت بتشتغل بيه هو دوت. تقدر تغير الموديل، خليه زي ما هو، لكن في مودلز كتير. البرومت اهوت النيجاتيف برومت، يعني لو في كلمه معينه عايز تتجنب ان هو يحطها في قلب الصوره. البرومت سترينث، الهاي، الويتس، الحجم بتاع الصوره. طيب خلينا اقول له جنريت، بيقول لي انها بتتعمل دلوقتي. هو عملك الصورة، تقدر ان انت تشوفها اكبر اهوت، وتعدل لو انت عايز تعدل اي حاجة. دي المعلومات بتاعتها، لكن تقدر تنسخ الكلام الموجود هنا، تقدر ان انت تعدل فيه. طيب ممكن نقول له ايه تاني؟ هو بيقول لي هنا في برومت اكزامبل لو انت عايز تجرب، تمام. هنا مثلا اشكال ناس، هنا اشكال حيوانات، هنا في حاجات لاندسكيب بالشكل دوت. ممكن تنسخه وتقول له انا عايز اجرب. نسخه لي هنا ونشوف الصورة تبقى طالعة عاملة ازاي. فبتلاقي الصورة اتعملت بالشكل دوت. تقدر تقول له طب انا عايز اجرب موديل اخر، وتقول له جنريت، فيبدأ يعمل في الصورة مختلفة تماما بالشكل ده. دي الفكرة، تبدأ تكتب أي تكست أنت عايزه ويحوله لك لصور. وتقدر تدخل هنا على الجايد ودوكيومنتس بحيث تقرأ أكتر عن التطبيق، وإزاي أنت تطور نفسك فيه، وإزاي أنت تقدر تربطه بالموقع بتاعك.